غادي نكمل لكم التتمه باقا في مرجان، غادي نصور لكم ندير لكم جوله. المهم انتم معانا ودوزوا معانا نهارنا، وما تنساوش تشجعوني بلايك وحتى الناس ديال ديسلايك، مهم هي المشاهده وشكرا لكم.
راجلي طلع ليه الدمدم علاش خرج معايا، قلت ليه راه ما عجبتني حتى حاجه في مرجان، قلت ليه يلا نمشيو لكارفور مع معتمد ديك اللعبه اللي كان باغي ما لقاهاش، لقى واحد اللعبه اللي عرفتو اللي كتكون ب كتبقى تخرج هكذا الرغوه عرفتوها، بقينا ب 40 درهم في مرجان في الرباط تيكونوا في باب الحد غير ب 20 درهم 15 درهم، حضنا شي تاريخ من طنجه ب 20 درهم. ايوا صافي نمشيو دابا نشوف لقينا شي لعبه ونيت نتسارف شي شويه ونسمى نمشيو بحال هكا. هاتي سبرديله دراتني نفس المشكله لقيت فيها حتى هي، انا عندي صبعاني طوال، جبت حيته من رجليا دابا نرتاح شويه. معتمد شوفوا معتمد هو اللي عبر غطى وجهه من الشمس، و الموجي غيتحرق حتى بدا يبيض. هنا هي التليفون ديال 18 حتى الصوره ديالو واضحه الاماميه. هادي البنات في كارفور زوينه، هي والبلاطو ديالها شي حاجه زوينه، دير 4000 ريال هادي 3000 هادي زوينه. غتاخد اللعاب خد دابا هي بعدا اللي بغيتي، دانوب ولا دانونات، اجي شوف تاخد بيرلي بيرلي ولا جوكي. بنات نوريكم المشتريات هنا في الطوموبيل، في عتا مشي للدار غادي نطيح الناس، خديتنا هاد البانكا هادي صراحه قلعت ولات واقيلا ياك سعيد، هادي ما عمرش شربتها. وي بس نحيد السبرديله اي رجلي رجلي. هاتي البنات ما نعاود لكم الصبعاني البنات ودراري غيضحكوا عليا. صافي هنايا البنات جيت نكتشف لقيت الصوت مشى من التليفون هاد الايام ولا كيدير لي بحال هكذا. خدينا هاد القهوه هادي اللي قلت لكم كوار، هاد القهوه هادي قديمه من ايام الطفوله، وقلت لي صافي ناخذوها. خديت المعتمد انا خرجت على ود المعتمد اليوم ما خرجناش باش نتقدا ولا شي حاجه. المهم انا كذا كنوريكم في الطاكسي، عتي راه ضرتني رجليا وعيت وصافي غنمشي للدار، عارفه التليفون اللي كنت ديشارجا وكنت باغا زعما نحط لكم فيديو كامل، زعما ما بغيتش نحطو لكم طويل بزاف. خديت هذا الميسكل هذا كيعجبو صافي، وخديت انا ليا انا شنو خديت، خديت غير لي بطون وشامبوان، هذيك قرعه شامبوان نوريها لكم زوينه دايره 10 دراهم رخيصه. وصافي خديت ليه هذيك البيضه الشوكولاته كو عارفين الدراري كونفليكس، وهاد شامبوان هذا صراحه ما شفتوش، انا شفت واحد البنت خداتو هزه وصافي وبان ليا مكتوبه عليه 10 دراهم، وانا نقول والله حتى ناخذو. انا كنت غادي ناخذ هيربل داير تقريبا واقيلا شي 25 درهم، صراحه زوين هذا كنت كنديرو شحال هادي. ايوا صافي بغيت زعما نقتصد ولا ناخذ هذا، قلت صافي خلي زعما ناخذ شي حاجه للمعتمد وانا ناخذ غير شامبو هذا. اصلا انا الشعر ما كنقلبش على شي شامبو اللي رطبوا ليا شعري رطب، المشكله ديالي الوحيده هي القشره. وصافي شنو بغيت نقول لكم، صافي خديت لي هذاك جوكي، خديت لي طاغير، المهم داكشي ديال السقاطه المهم ديال الدراري وصافي. انا للاسف كنت كنهضر وهذا ومشى الصوت كامل. كنوريكم الاثمنه، المهم صراحه بان لي انا كارفور ما كاينش الغلا بزاف، تقريبا خسرت شي 2200 هكذا، يعني 100 و 110 اللي خسرت ما خسرتش بزاف. المهم هكذا مره مره تخرجوا وليداتكم، معتمد كيعجبو بحال هكذا الخرجه ديالو اللي كتعجبو هو مرجان، هادشي اللي كيعجبو فمره مره كنديروا ليه خاطر. تحلاو تشد الدار والله ديما كتعجبو هاد البيضه، قلنا ليها شي خذ البيضه نمشيو نشربو شي عصير، قال لي ساعدي ايوا صافي نمشيو نشريو الديسير ونطحنوه. قلت لي لا انا قلت لي ديك الشريبه كيضحك معتمد، قلت لي ديك الشريبه كتجلسي وتشربي عصير باش هي بقى انا عاد نطحن وعاد خرجنا خرجنا.
صافي هانتوما معانا هاد النهار راه الحلال. لا كلاص لا كلاص الناس خلي 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 ندوز. صافي بقى بقات السعيد حكمنا وجبنا الكافي هنايا باش نجي كافي كنت باغي نمشي لجهة المنال كاين شارع المنال حتى هو في طريق حيش معه كيبيعوا العصائر ولكن قال لي سعيد لا جيت تكون واحد القهوة زوينة إوا صدقت طلبت كافي كريم ما شربت كاع العصير اللي بغيت. المهم هذا هو الفيديو ديالنا كما كتشوفوا بكل عفوية. المهم دوزنا هي زوين عشية زوينة واخا السي سعيد حكمنا داكشي كاع اللي كنا باغيين انا ومعتمد ما درناش كنا باغيين زعما ناكلو ساندويتش تقدانا الحوت كنا باغيين نقيسو نشربو العصير عند مول العصائر سقنا مشينا القهوة. المهم واخا هكداك خرجنا شوية فوجنا وهنايا جيت اول حاجة درتها درت التليفون ديالي تشارجا كما قلت لكم عنجي غادي نعكز ما وكيشد ليا الوقت طويل باش كيتشارجا صافي ورونت هاد الكيكه هادي درتهم غير ميني كيك هكذا الصباح باش نفطروا وانا غنودعكم احبابي ونقول لكم شكرا بزاف.